السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا اسمي هي حارب، حياكم الله في قناتي. فيديو اليوم بيكون عن روتين عنايتي بالبشره، الروتين اللي انا الحين منتظمه عليه من حوالي 3 شهور تقريبا من 3 شهور. هذا الروتين وايد ناسب بشرتي، فقلت لازم اخبركم عنه. لان جت سالت البنات شو الفيديوهات اللي حابين اسويها، من اكثر الكومنت اللي وصلتني انه يبون روتين عنايتي بالبشره. الحمد لله الفتره الاخيره بشرتي وايد متحسنه، فقلت ليش لا، خل اقول لكم شو الاشياء استخدمها. وان جنرال انا وايد اتكلم عن هاي المنتجات في الانستغرام، فاذا انتم ما تتابعوني هناك سيو تابعوني هناك، اسمي سمية حارب، وبتحصلون لينك للانستغرام بعد تحت في صندوق الوصف. والحين تعالوا نبدا الفيديو، لكن لا تنسون اللايك السبسكرايب وتحوسون علامة الجرس عشان يوصلكم تنبيه من انزل فيديو جديد على القناة. بداية خل أوضح لكم شو نوع بشرتي. بشرتي من عادية إلى مختلطة، خصوصا الحين في الصيف. في الشتاء تميل أكثر للجفاف مع برودة الجو. بشرتي حساسة، أكني برون، يعني بسهولة تطلع حب الشباب. فهاي المنتجات ناسبتني، أولا ساعدتني على أن اتخلصت الحمد لله من حب الشباب، يعني تطلع لي حبة أو هنتين مرة مثلا في الشهر، لكن مو مثل قبل. الشيء الثاني، للأسف بشرتي من النوع اللي بسرعة تبقى، يعني من تطلع لي حبة تطول علشان تخوز علامته. هاي الروتين ساعدني ان اسرع اتخلص من علامات حب الشباب، فاذا انت عندك تصبغات علامات اتوقع هاي الروتين بيناسبك. وبعد بشرتي تتحسس نوعا ما من فيتامين سي، فما اقدر استخدم منتجات فيها فيتامين سي. اذا بشرتك ما تتحسس من فيتامين سي صدقيني لازم تستخدمي منتجات فيها فيتامين سي، وايد يساعد على انه يعطي نضاره للبشره. في هذا الروتين براويكم روتين الصبح والمساء والماسك اللي معتمدت انه استخدمه مرتين في الاسبوع. فخلنا نبدأ بروتين الصبح. أول شيء ما نبدأ فيه الغسول، وهذا من ماركة سيفورا كوليكشن. سعره حلو، أظن سعره 45 أو 50 درهم شيء كذا. خلصت منه تقريبا 3 علب، يطول عندي شهر لأن استخدمه الصبح وفي الليل. هذا ميست اللي هو كلين سكين جل، ينظف البشرة لكن ما يجففها وما يرطبها بزيادة، يعني الشيء البيرفكت اللي أنا أباه. ما أبغى شيء يجفف لي بشرتي، وفي نفس الوقت ما أبغى شيء إنه تنظيفه خفيف ما ينظف وايد، ولأنه جل فما يغري وايد. أنا أحب أنواع الجل كمنظف إن جنرال، أفضل الجل عن الفوم أو الميلك. أنا بالنسبة لي هذا وايد يريحني. قلت لكم هذا يطول عندي تقريبا شهر 4 أسابيع. كن هاي العلبة الثالثة وصلت فيه لين هنا، طالبة أوردي علبة، المفروض باكر توصل لي. تونر الصبح، هاي الماركة أولا هينريكسن، تعرفت عليها بداية شهر 3 أول ما نزلت عندنا في سيفورا. حضرت الإيفنت وشفت صاحب ماركة أولا هينريكسن ويتكلم عن كونسبت ماركته، وايد اتحمس، بس قلت لا، كل حد يعني يمدح ماركته لازم انا اجرب. الماركة وايد عليها ضج ومدح في امريكا، وايد يستخدمونها، اذا تتابعون يوتيوبرز اجانب وايد يتكلمون عنها، فكنت ابغى اني اجربها. قلت يلا فرصة يا ولدنا. التونر طول عندي من شهر 3 الين بداية شهر 7، احسبه تقريبا 4 شهور، فطول عندي، بس انا استخدمه كنت الصبح، في البداية صبح وفي الليل. هذا التونر اللي هو بالانسينج فورس اويل كنترول تونر، هذا يساعد على تخفيف افرازات الدهون، خصوصا انا هنا احب اركز. والشيء الثاني شد قالوا لي هم في الايفنت انه يساعد على تخفيف الحبوب، خصوصا اللي تحت اليلد. قلت اوكي، قالوا لي في خلال اسبوع، ماكسيمم اسبوعين، كنت مستحيل يعني شيء في خلال اسبوع اسبوعين. بنات جد كانت وايد عندي هنا، تعرفون هاي الحبوب اللي هي تحت الجلد خازن تماما، الحبوب اللي على اليبهة خازن تماما في خلال ماكسيمم اسبوعين. مو بس بهذا، بعد بالماسك اللي وياه وايد حبيته وايد. فاول شهر كنت استخدمه صبح وفي الليل، شهرين كنت استخدمه صبح وفي الليل مو بشهر واحد. حبيته وريحته مثل البيبرمنت، ريحته منعشة، وايد ريحته منعشة كذا نعناع، تحسين ببرود يوم تستخدمينه على الوجه من كذا بعد يعيبني. هذا ساعدني على ان اتخلص من الحبوب، وساعدني على توازن افرازات البشرة، ما احطه وايد على طرف وجهي لان هالمنطقة مو بوايد عندي، خصوصا هنا مو بوايد عندي الدهن، بس احطه على الخشم بالذات، هاي المنطقة قلت لكم لان تطلع لي فيها حبوب، وعلى اليبهة. فلاحظت يوم اركز اني احطه بالقطنة في هالمناطق صدق اتخلصت الحمد لله من الحبوب، وتامة مستمرة عليه. قبل فترة اتفلسفت واستخدمت سيروم حسست منه وطلع لي حبوب، فوقفت استخدمته مال 3 أسابيع، كنت خل اشوفه ما ناسبني وطلع لي حبوب، فرديت اركز على هذا ان استخدمه صبح وفي الليل. ومع الماسك اسبوع واحد بنات، اسبوع
وخازن كل الحبوب اللي كانوا طلعت لي، مع ان كان الحبوب تعور، طلعت لي هنا هنا الحبوب اللي تعرفون راسها كذا عود وتحسين بألم منها يوم اذا حطيتي ايدك عليها، هاي الحبوب اللي طلعت لي، هذا خلصني منها تماما. فهذا ما بقطع. خلصنا من التونر، كري الوجه شوي تشربه، استخدم كريم حوالين العيون، هذا بعد من اولا هنريكسون اللي هو بنانا برايت اي كريم. شوفوا قلت لكم انا ما احب فيتامين سي، احس انه بس حق حوالين العيون عادي اقوم استخدمه. هذا جميل 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 جميل، يعني انا استخدمه بداية شهر 3 وشوفوا بعد ما خلصته، وانا استخدمه الصبح وفي الليل. احب اخذ بعود القطن من جهة، أخذ شوية وأحطه على هذا الصب وأوزعه على منطقة حوالين العيون. ما أحتاج كمية كبيرة، كمية صغيرة أستخدم الصبح وفي الليل. في البداية ما حسيت بهاك الفرق، بس عقب ما استخدمته تقريبا شهر بديت ألاحظ، فتح لي منطقة الهالات مب هاك التفتيح الواضح وايد، لأن أنا الهالات عندي وراثية، مو بأي كريم ممكن يخوزها تماما، لكن افتحت عندي على أنه كان استرس، على أني ما كنت أرقد عدل، ما أشرب الحمد لله، لكن رقادي وايد كان مخربط وكنت استرس. مع ذلك لاحظ المنطقة افتحت عندي يمكن بدرجتين، فوايد حبيت. وأحب بعد إذا بتمكج تحت الكونسيلر يخلي الكونسيلر يتوزع مثل الزبدة، وايد هذا أحبه. قلت لكم معنا فيتامين سي وأنا ما استخدم فيتامين سي، بس هذا حبيته وتم استخدمه. المرطب اللي استخدمه في النهار، احتاج مرطب خفيف، لان اذا تبين تعالجين بشرتك من اي شيء ركزي على العلاج اكثر في الليل من انه في النهار. في النهار البشره ممكن تقومين تعالجينها، مثلا قلت لكم بالتونر انا عالجتها من حب الشباب، بس مو العلاج العميق، العلاج الاقوى انا اخليه حق في الليل، انا كذا احب. ففي النهار استخدم مرطب خفيف، هذا من يورياج، احبها ماركه يورياج على فكره. هذا المرطب اساسه الماي، فمو ثقيل على البشرة، ترطيب ناعم، يعطي لمعة خفيفة كذا جلو حق البشرة. أنا قلت لكم أن بشرتي مختلطة، هالمنطقة بس شوي دهن عندي، فعادي أحب أستخدم هالمرطبات، أحس أن بشرتي كذا منتعشة طول النهار، فمعتمدة هالمرطب من فترة أستخدمه ومناسب بشرتي، وأهم شيء ما سدي المسام ولا طلع لي حبوب. طبعا في النهار ما أستغنى عن السن بلوك. شوفوا السن بلوك اغلب الناس يتحقون انه بس اذا بتطلعين في الشمس انت تستخدمينه، انا شو قالت لي الدكتوره، المفروض حتى وانتي في البيت خلال النهار تستخدمين نسبه من السن بلوك. هذا من كلارنس 30% نسبه الاس بي اف اللي فيه، نسبه حلوه حق البيت. ولاحظت صدق بنات اذا تم ملتزمه بالسن بلوك بسرعه العلامات تخف عندي، غير عن انه اذا ما استخدم سن بلوك اخذ وقت اطول علشان تخوز علامات الحبوب عندي. فبالتجربه اتاكد ان السن بلوك وايد وايد مهم حق بشرة. وهذا مع انه مكتوب عليه دراي تاتش، لكن مو بجاف تماما، ما في طبقة بيضة. خل اراويكم اياه، مع ان تشوفون لونه في البداية ابيض بس ما في طبقة بيضة، ومن يتوزع على البشرة مو بجاف تماما، ولا ان اللمعة هذه القوية، اللمعة الهادية الخفيفة. انا احب ان بشرتي تكون خلال النهار فيها لمعة خفيفة كذا صحية رويانة. تشوفون شكله في ريحة بسيطة بس مو بهذيك الريحة القوية، شوفون لمعته هادية حلوة، انا وايد صراحة تعجبني، ما يكتل ما يتقطع، وايد بنات حلو، انا وايد وايد احبه. هذا السن بلوك واستخدمه يوميا الصبح عقب ما اخلص عنايتي بالبشرة، وخلاص هذا روتين الصبح. والحين دور روتين المساء، نقطة وايد مهمة بنات، حتى لو انت ما بحاطة ميك اب في النهار، ما دامك حطيتي السن بلوك لازم تنظفين بشرتك عدل، لان السن بلوك اذا ترقدين فيه ممكن يسد المسام ويطلع لك حبوب، اذا تستخدمينه في النهار عادي ما يطلع حبوب، لكن ترقدين فيه اكبر غلط. ففي حد من البنات يقولون نحن مو بحاطين ميك اب فمحتاج اغسل وجهي، لا حبيبتي، حطيتي سن بلوك لازم تنظفين وجهك، وخصوصا الحين الجو حار، حتى ونحن في البيت شوي الجو حار مو بهالكثر بارد، فتحتاجين تنظفين بشرتك في الليل وتهيئينها حق روتين المساء. ففي المقابل احب في الليل اني ارجع اغسل وجهي بنفس الغسول مال سيفورا العجيب اللي قلت لكم عنه. التونر اللي استخدمه في الليل الحين من حوالي 10 ايام يمكن بديت هذا فيه، هذا الترافل سايز من اولا هنريكسون، هذا جلو او اتش دارك سبوت تونر، هذا حق العلامات، فقلت اخليه في الليل في ريتينول اي بس ما يقشر البشره، فاستخدمه عقب ما اغسل وجهي، احط هذا، ما احط التونر الاخضر، قلت لكم الاخضر خليه حق النهار، هذا حق في الليل. ميزته انه يوحد
لون البشرة إذا عندك خطوط رفيعة يشدها، بس طبعا مو بحوالين اللين، لا الوجه كله. أنا أحب أستخدم منتجات الأنتي إيجين من سن 30، أعتقد 25-30 لازم تبدين تدخلين في روتين عنايتك بالبشرة أي منتجات فيها أنتي إيجين تحافظين على نضارة بشرتك. الأسيدز اللي أنا وايد تناسبني وتعيبني، الأسيدز إن جنرال لازم تنتبهون يوم تستخدمونهم، لأن إذا تكثرين منهم ممكن تحصلين نتيجة عكسية على بشرتك وتضغينها بدل ما تنفعينها. فهذا استخدمه أنا في الليل، قلت لكم من 10 أيام بديت أشوف من النتيجة، حبيت أنه أريد عندي الحجم الكبير. وأولا هنريكسن ما في شيء بنات لين الحين من هالماركة جربته ما ناسبني، عندي اللي هو الجل فيتامين سي وكذا، واحدة قالوا لي مع أنهم يحسسون من فيتامين سي العادي بس هذا ناسبهم، فيمكن أتحمس أستخدمه بما أنه عندي، بعدني أفكر فيه. فهذا أحطه عقب غسول البشرة. أيجا في الليل طبعا أستخدم البنانا برايت آي كريم، قلت لكم هذا استخدمه الصبح وفي الليل. كريم الليل بالنسبه لي معناته إلمس، احب منتجات إلمس، اعرف ان الماركه نوعا ما غاليه بس صراحه منتجاتهم تسوى. انا الحين من كم من سنه استخدم منتجات إلمس، من الماركات اللي لازم ارجع لها لان اشوف نتيجه حلوه. هذا كريم الليل اللي هو برو كولاجين اوفر نايت ماتريكس، وفي من هاللاين اللي هو برو كولاجين بس تقومي تستخدمينه في النهار وفي الليل، مال الليل مركز اكثر وسعره نوعا ما اغلى بس يستاهل، بالنسبه لي انا يستاهل، وايد احب وايد 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 أحبه، يشد لي البشرة، يعطيها نضارة، يعطيها كذا حياة، وايد 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 أحبه. كريم النهار فيه من نوعين، actually فيه ثلاث أنواع، واحد اللي هو الخفيف وفيه منه مع سان بلوك، وفي النوع الثالث اللي هو الثيك. هاك الثيك إذا أنت في جو بارد وايد بتحبينه، وايد 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 بتحبينه. العادي ينفع حق تقريبا أغلب أنواع البشرات حتى دهنيتهم تستخدمه، لكن الثيك الأثجل حق البشرات الجافة إلى جافة تماما هاكي وايد بتحبونه، أو في الجو البارد وايد. أنا يوم كنت أسافر خاصة لندن في الشتاء تكون وايد باردة، فكنت أستخدم هاكي الثيك، جميل وترطيبه حلو. ففي الليل أنا أستخدم هذا، نتائجه وايد حلوة. أظن هاي ثاني علبة منه أستخدمه. عادة ماركة إلمس أخذها من تريانو في أبوظبي، وعندهم توصيل أونلاين أو من صالون بيوتي ستيشن. أنا من هناك عرفت الماركة منهم من كم من سنة، وايد أحبها. فهذا كريم الليل. آخر شيء في الليل أحب أستخدمه وما قلت أستخدمه في النهار إذا أتذكر، بس ملتزمة فيه في الليل، هذا سيرم حق الحواجب والرموش. حق رموشي ما أستخدمه، رموشي أنا أساساً الحمد لله طويلة وغليظة فما أستخدم لها شيء، لكن كانت عندي هنا بداية الحواجب فراغات، فهذا السيرم وصلني من الماركة، قلت خل أجربه، نفعني نفعني ما نفعني خلاص، يعني ما بتكلم حتى عنه أو ما بنصح فيه البنات. النتيجة المفروض تبين عقب 28 يوم، فأول أسبوعين ما شفت نتيجة، كنت أحطه على حواجبي غالبا قلت لكم في الليل وأحيانا في النهار. عقب الأسبوعين بديت ألاحظ الفراغات خفت، صورت عقب ما كملت شهر الفراغات لا ما شاء الله بدأت تخف. فهذا الحين تقريبا 3 شهور أستخدمه، شهرين ونص إلى 3 شهور، وايد حبة البنات أولمس بيخلص، حتى هو كذا من داخل كان كونسيلر كان جلوس، وايد وايد خفيف. فأحب أستخدمه على الحواجب، قبل كنت أحطه على بداية الحواجب وعقب لا على الحواجب كلها، حواجبي سوت أغلط، ردت على طبيعتها اللي كانت عليها قبل، لأن جتني فترة كنت أستخدمه وايد أقلم حواجب ولاحظت أنه خصوصا في ماركة معينة كنت أستخدمها عدلي حواجبي خصوصا في البداية، فوايد كانت الفراغات مهما أحط تبين مو بحلوة. الحين لا الحمد لله حواجبي ردت أحسن عن قبل، ما ودرته فما أعرف إذا يعني يوم بخلصه إذا ما ردت استخدمه بترجع النتيجة إنه يخفن الحواجب ولا لا، ما أعرف، بس مو بناوي صراحة إنه أودره لأنه شفت من النتيجة حلوة واستفدت منه، فأولمس بيخلص ناوي إني أطلب منه مرة ثانية. وهذا روتين العناية في الليل. شو اللي بقى؟ مرتين في الأسبوع أستخدم الماسك من أولا هنريكسون. قلت لكم الماركة أحبها لأن شفت منها نتائج حلوة، فليش أوقفها؟ هذا الماسك في فترة انقطع تماما من سيفور، ما تقولوا أنت تتكلمين عنه مو موجود، وأنا أقولهم أسفة. يوم نزل يعني يوم رجع الستوك طلبت لي كان 2 أو 3 وسيدة حطيت في ستوري الانستغرام بناتها موجود، خلال ساعة ساعتين واحدة طيشت لي خلاص out of sex واسمي. محبوب الكل هذا، يعني مو بس أنا اللي أمدح، الأغلب مدحونه وفعلا فعلا مناسب. هذا اللي هو بور ماسك، بعد ريحته بالبيبرمنت ريحته وايد حلوه، وشوفوا لونه كذا اخضر حلو حلو وايد حلو. استخدمه مرتين في الاسبوع، اول شهر تقريبا كنت استخدمه 3 مرات يوم وثلاث ايام ما كان عندي وايد الحبوب، ساعدني وايد بنات، ساعدني انه شلي الحبوب، وهنا هاي المنطقه المسام عندي شدت، فقلت لكم كنت استخدم يوم وترك والنتائج صدق يعني بسرعة شفتها. خلصت اوريدي علبة، هاي ثاني علبة منه، ووقفت كل الماسكات بنات اللي استخدمها، عندي ماسكات ثانية، ماسكات ترطيب، ماسكات لا 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 وقفتها.
من كذا ما هذا حبيته. ماسكة الترطيب استخدم شيت ماسك مرة في الأسبوع مثلا أو يوم أتذكر لأنه في ترطيب حلو. بس حاليا هذا من كذا ما أنا حابت إنه أشوف نتائجه وايد حلوة على بشرتي ما أبغى استخدم ماسكات ثانية. خلاص هذا الحب يعني. فهذا الماسك مرتين في الأسبوع على بشرة نظيفة أكون غاسلة وجهي قبل ما أحط التونر هالأشياء، أحطه مدة 15 إلى 20 دقيقة. تحسين كذا بانتعاش أول ما تحطينه بارد، خص الحين في الحر ووايد حلو عقب يوم طويل بنات صرت كذا منعش. أحيانا أحب أحطه حق حمدان يوم يكون مثلا قاعد متداوم وتعبان وكذا يغسل وجهي وأحط له إياه، يستانس صراحة عليه وايد حلو. أذكر ختمنا حق واحد من إخواني بعد وايد حبه، فهو حلو يعني أحس ممكن كل حد يستخدمه. بشرتك وايد وايد جاف فتحتاجين انك تترطبين عدل عقبه، ما لاحظت انه هو صراحه يجفف البشره وايد، بس اتوقع اذا وايد جافه تحتاجين ترطيب، لكن عاديه مختلطه دهنيه حتى شوي جافه وايد بتحبينه، خصوصا اذا عندكم الحبوب اللي تحت الجلد يشلها. انا لاحظت هو مكتوب عليه بور ماسك انه يشد المسامات، لاحظ بس مو من اول مره طبعا، مع الاستخدام والاستمرار شفت نتائج حلوه منه. وهذا يا حلوات روتين عنايتي بالبشره الصبح وفي الليل، بشرتي الحمد لله وايد تحسنت وانا ملتزمه في هالروتين. قلت لكم تقريبا من بدايه شهر 3 اغلب هاي الاشياء حق البشره العاديه المختلطه الحساسه البشره اللي تطلع حبوب، هاي المنتجات بتعيبكم. اذا انتم تستخدمون شيء من هالمنتجات اكتبوا لي في الكومنت تحت، وان جنرال شو عنايتكم انتم ببشرتكم بشكل عام، شو المنتجات اللي انتم تستخدمونها. طبعا هذه المنتجات انا مجربتها على نفسي، كلها تجارب شخصيه ومناسبتني واحبها، من كذا قلت اخبركم عنها. ان شاء الله استفدتوا بنات من هالفيديو واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.